الآن نروح لمجموعة ثانية اللي هي الأفيونات أو الأوبيويد. طيب مجموعة الأفيونات أو الأوبيويد قبل ما نبدأ نشرحها خلينا نتعرف على كيف تعمل الميكانيزم أوف أكشن مثل ما تعرفنا عنها قبلها. مجموعة الأفيونات أو الأوبيويد تشتغل من خلال تأثيرها على مستقبلات الأفيون أو الأوبيويد ريسبترز عندنا ميو كابا ودلتا ريسبترز، بالأخص الميو ريسبترز هو الأكثر إلى تأثيرات، وطبعا له تأثير مشهور اللي هو تأثير تقليل الألم، فمجموعة الأفيونات مشهورة لتقليل الألم. لكن إضافة إلى ذلك هذه المستقبلات لها وظائف ثانية بالجهاز العصبي مثل تثبيط مراكز معينة مثل مراكز التنفس في الجهاز العصبي، فهذه الأمور مهمة لازم نعرفها. فالأوبيويد تشتغل من خلال تحفيز الأوبيويد ريسبترز. إحنا بالطبيعي طبعا عندنا مواد في الجسم تقلل الألم تنفرز بشكل طبيعي في الجسم اللي هي الأنكفالين والإندورفينز. هذه المواد لما تفرز هي تحاول تقلل لك الألم من خلال ارتباطها بالأوبيويد ريسبتر بشكل طبيعي، طبعا هي موجودة. احنا لما نعطي المورفين نحاول نزيد الإندورفينز والإنكافالينز حتى مش مو نزيدها، ولكن هو تأثيرها راح يكون نفس الشيء، يعني راح يرتبط بنفس مستقبلاتها، وبالتالي راح يصير هذه الزيادة أو أنه إحساس تقليل الألم. ولكن هذه المستقبلات تأثر على نواقل عصبية ثانية، السيروتونين، الدوبامين وغيرها، وتعمل تغييرات كثيرة في الدماغ، وبالتالي مو فقط راح تقلل لك الألم، راح تسوي لك أمور ثانية أيضا في الدماغ راح نفهمها الآن. أدوية مشهورة بهذه المسألة المورفين، الهيروين، الترامادول، وعن ميثادون هنا شوية مختلف بمسألة معينة راح أشرحها بعد قليل. فالمهم، فهذه الأدوية هي الموجودة. هذه الأدوية أكثرها تستخدم كمسكنات أو مقللات للألم، خاصة عند الآلام المبرحة الشديدة وبعض الأمور، فإلها استخدامات طبية كثيرة، وأغلب المدمنين عليها هم ناس تعانوا من أمراض معينة وبالتالي احتاجوا هذه الأدوية حتى تقلل الألم وصاروا مدمنين عليها، لأن بالنهاية راح تسوي لك addiction، إدمان. فهذا بالنسبة للأفيونات كميكانيزم أوف أكشن، تذكر تشتغل على مستقبلات الأفيون أو الأوبيويد ريسبترز. طيب الاستخدامات الطبية، أول استخدامات طبية لها راح تكون إيش؟ تقليل الألم، لعلاج الألم الشديد والحاد chronic and acute pain، وخاصة قلت لكم ألام شديدة مثل ألام السرطان، ألام احتشاء القلب وغيرها من الألام المبرحة اللي ممكن يعاني منها الشخص. وتستخدم أيضا في علاج احتشاء القلب، مو فقط على مود انه هي تقلل الالم اللي ناتج من احتشاء القلب او من موت جزء من عضله القلب، لا، ايضا لها تاثير موسع بالاخص الاورده، وبالتالي كميه الدم الواصل للقلب تكون اقل، وبالتالي الضغط على القلب يكون اقل، فتحل لك المشكله، فلها تاثيرات ثانيه مو فقط انه هي تاثر لك على جانب معين، فتذكروا هذه النقطه. طيب وايضا تستخدم طبعا بشكل هذا لما كتبته الشيء تاكدت منه يعني مختلف عليه، لكن كتبته كمعلومة، تستخدم في علاج وذمة الرئة واللي نسميها pulmonary edema، اللي هي لما تتجمع سوائل داخل الرئة نفسها نسميها pulmonary edema أو وذمة الرئة، فممكن يستخدم بشكل مو مثبت جدا في علاج هذه المسألة. وأيضا علاج للسعال، طبعا راح تقول دكتور علاج السعال، أعطيكم مثال بسيط، الهيروين تدرون أنتم بالحقيقة كان يسوق في الماضي على أنه شنو علاج للسعال، وكان يعطى للأطفال، لكن بعدين لما شافوا المسألة الإدمان اللي يمر به الشخص توقف استخدامه وصار دواء غير شرعي، فكان يستخدم كعلاج للسعال. طيب التأثيرات، شنو التأثيرات اللي راح يسويها؟ المورفين إلى تأثير مميز جدا إله، أو مجموعة الأوبيويد، خلينا نقول مجموعة الأوبيويد كلها الأفيونات، لما شخص يتناول الأفيون عكس محفزات اللي كانت تعمل على اتساع كبير في حدقة العين، هنا العكس راح يصير، هنا تضيق شديد في حدقة العين strong myosis، وهذا محطة المصطلح الطبي أيضا، راح يسألني ليش تخليها دكتور بالمصطلحين، لأن هذه المحاضرة موجهة للجميع كأشخاص بشكل عام حتى يزيدون ثقافتهم العلمية والطبية، وأيضا كطلبة الطب ممكن يستفادون من عدها لو حبوا يدرسون بشكل مجمل هذه المسألة. فنتذكر انه تسوي لك تضيق شديد في حدقة العين لدرجة يسموها pin point pupil، يعني كأنه رأس الدبوس صغير جدا. طبعا هذا اللي مشهور انه تسوي لك شعور التسكين الألم sedation وانالجيزيا، يعني تحاول تخدر لك شوية من الألم وتقلله، وأيضا تسوي لك إفوريا، شعور بالنشوة. فهذه الأدوية أغلبها اللي هم قلت لكم اللي يكونون مدمنين عليها هم ناس يعانون ألم شديد، فحصلوا هذه الأدوية، وقسم ممكن يتناولوها ك
دواء حتى ينطيهم هذه النشوه، فهذه امور لازم تعرفوها. طيب ممكن تؤدي لك ايضا الى حاله من الامساك او الكونستيبيشن، هذا لتاثيرها على العضلات الملساء الجهاز الهضمي، وبالتالي ممكن تؤدي لك الى هذه المساله، فهذه تاثيراتها. طيب التسمم، التسمم بالافيونات او الابيوت خطير جدا، وهو مسؤول عن وفاه نسبه كبيره من الناس اللي يموتون من المخدرات، لانه هذه الادويه ممكن تنخذ للالم، فبعض الناس اللي يعانون من الم شديد ممكن ياخذوها بجرعه عاليه جدا، اضافه الى ادمان ايضا من عندها، لكن بجرعه عاليه جدا. وقلت لكم هي مو فقط هذه المستقبلات راح تاثر لك فقط انه تقلل لك الالم وبس، لا، ممكن تاثر على مناطق خاصه للجهاز التنفسي في الدماغ، وبالتالي تثبطها راح يساعدنا كبح للجهاز التنفسي، وممكن يؤدي الى توقف ريسبيراتوري ارست للجهاز التنفسي، وممكن يموت الشخص من هذه الحاله. طيب لعلاج هذه الحاله عندنا دواء جميل يشتغل مباشره ويعكس هذه الحاله، اسمه نالاكسون، ينباع ايضا باسم تجاري اسمه ناركان. طيب على كل ممكن ايضا تؤدي لك التسمم بها الى الغثيان والقيء، لكن اكثر شيء خطير بمساله التسمم بالاوبيويدز هو الريسبيراتوري ديبريشن او كبح للجهاز التنفسي، وايضا توقف الجهاز التنفسي ممكن يموت الشخص. طيب الانسحاب الدوائي، لنفرض شخص الان كان متعاطي الاوبيويدز لمده طويله، طبعا هذا تختلف، لو كان قبل اسبوعين ممكن ما يصير عنده هذه الاعراض بتاتا، لكن ممكن اذا تعدى لمده طويله وما أخذها لمدة طويلة وكميات عالية فراح يصير عنده انسحاب دوائي. تختلف طبعا مسألة انسحاب دوائي من الأشخاص حسب مدة العلاج اللي كان أو مدة الدراج اللي دا ياخذه والمخدر اللي دا ياخذه كميته، وتختلف من الأشخاص، فالانسحاب الدوائي مو ثابت لكل الأشخاص هذه المسألة، لكن بشكل عام لو الآن شخص توقف عن أخذ الأوبيويد ممكن شي يصير عنده، طبعا راح يصير عنده زيادة بالإفراز الدمعي، التثاؤب والأرق، وقلت لكم كل هذه تأثيراتها بالنواقل العصبية. طيب راح يصير عنده ألم مركزي نسميه centrally organizing pain. ليش راح يجي له؟ لأنه أنت جسمك ما راح يفرز اندورفين وانكفالين مضادات الألم الطبيعية، لأنه تعلم على وجود الأوبيويدز أو الأفيونات، فبالتالي غيابها الجسم ما راح يقدر يعوضه مباشرة، فلا تصور أنه مباشرة راح ترجع، بالعكس الألم راح يزداد في هذه الحالة، وطبعا هذا الشيء ممكن يؤدي الشخص أنه يرجع مرة ثانية ويأخذ الأدوية، فأيضا هذه النقطة مهمة. ممكن يؤدي إلى تشنج عضلي وإسهال، يعني ما يهدد دياريا، ما يهدد الحياة كلش. لذلك قلت لكم لما تمر بانسحاب دوائي حاول تستشير طبيب وتكون تحت إشراف طبيب مختص، لأن حتى يقدر يتعامل ويا هذه الأعراض، لكل من هذه الأعراض أمور ممكن نعطيها للمريض تقلل من حدتها، وبالتالي يقدر يفوت مرحلة الويذدرول بشكل أكثر سلاسة. المضاد والترياق لهذه الحالة قلت لكم التسمم نستخدم دواء اسمه نالوكسون أو ناركان. طيب لعلاج الإدمان راح نستخدم الميثادون. قبل شوي قلت لكم الميثادون هو نوع من أنواع الأفيونات، لكن شوية مختلف. شو الاختلاف بيه؟ إنه الميثادون ما يرتبط بشكل قوي جدا بهذه الرسبترات، يعني نوعا ما شوية هو مثبط وشوية محفز للرسبترات، وبالتالي هو راح يأخذ مكان الأفيونات البقية مثل الهيروين والمورفين، ونفس الوقت هو ما عنده ذاك التأثير الإدماني الشديد مثلهم، فإحنا راح نمضي للشخص حتى في فترة الويذدرول ممكن شوية شوية ينسحب من هذا الدواء دون ما يكون عنده أثر خطير. فهذا الميثادون يستخدم، ورغم هو من الأفيونات لكن يستخدم لي، يعني خلينا نقول شيء أهون من شيء، فنعالج بيها هذه الحالة.